السلام عليكم ميزامي، صحة فطوركم وصحة عيدكم. راني اليوم في الإذاعة نحضر في الحصة نتاعي تاع حاجي فاجيل إن شاء الله على ربي، بإذن الله تعالى راح تكون على عشرة. بينما جدو مسكين قاعد يحضر في الإميسيون، حيث الجماعة يا جدو أرواح يا شيخ، جاء جدو المخلوق دخل قالوا له لا ميور حاجه الشابه ويحيى راه في بيلفور. قلت له وين في بيلفور؟ عشري بورتابل ولا؟ قالوا لي لا باق بيلفور تما يبيعوا لي بورتابل، يقولوا شي تاعي بورتابل واحد حبيش تليفون يطلع البيلفور، هذه بلاصه جايه في الحراش. قلت لهم غير الخير. قالوا لا هبط للحراش. انا قلت لهم بالك حيشد لنا ليكيب تاع ليسا ماش باش يولي البريزيدون بلاص محمد العايب، بالك واش الاسهم؟ قالوا لي نونو يا جدو، هنا هذاك الحبسه الحراش زمان يسموها بعقطارات، زمان بعدا زادوا كبروه. حنا بدينا نتسائلوا علاش يكبروا هذا الحبس. اي افيك لو طون فهمت علاش، اليوم انا فهمت علاش كبروه يا ترى. كبروه باسكو هم جايين يدخلوا ليه الناس تاع عندهم الكرش الكبيره اللي كلاو وما شبعوش وما ياكلوا، واللي قالوا لنا ما تاكلوش اليورت. جدو حسن تقلق وتنرفا والحق يطمق. واش دار جدو؟ يا زعما انتم ما بينكم واش دار؟ والله غنوري لكم شنو قرا ياورت. اليوم نتعشى بالياورت، خاطر كنت خارب في حاوزوني ولا دونك. اليوم جدو يتعشى بالياورت، بسم الله. ولا حاب ياكل معايا بسم الله، هيا بسم الله. واحدة اثنان ثلاثة الوتر السنة النبوية، إن الله يمهل ولا يهمل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. ربنا يفرد لكم فيديو ان شاء الله تعجبكم، نحبكم والله العظيم غنحبكم يا زامي. سلام اتوت.